وتحية لأي واحدة متابعتني من مدينة العيون. راني درت إحصائيات في القناة وفي الباج إنستغرام، جبرت عن أغلب المتابعين عندي من مدينة العيون، والله للي الشرف. واني بكم كاملين واحدة واحدة، سواء في العيون سواء بوجدور سمارة طنطان أسق ليمي والمكنسو، مرحبتي وسهلا بكم. والله اللي منوريني ومشرفيني، وراكم غالية سالية واحدة واحدة، وقار في ميساجاتكم اللي ترسلوا لي دايما، وخانسة نشكركم من هون إلى غدا. ما ليدي نقد نوفي ذاك اللي في قلبي جهتكم. صراحة ما توقعت دم الاهتمام كامل وكل شي اللي لاحظ غيبتي، واني بكم الله لراكم غاليين حتى. مهم بس دو فيا انا عجبتني الحنة وتبيت لا تصورها.
إذن في المكونات أول شيء اللي نحتاجه الماء الورد، أي نوع ماء ورد عندك. أنا استعملت هذا، والوصفة في الأصل راي فيها السيروم الحلو، هذاك السيروم اللي يعلقوا في المستشفيات، راه ينباع عند في الفارماسيان. هذه الوصفة في الأصل راه فيها السيروم، لكن أنا لأنه ما توفر عندي السيروم لوت له لين ذاك ما ريتو في الفارماسيانات، وما نعرف واش كان مقطوع والله شي دنبتو. مهم ما ريتو، فوت أيام وأنا نلوت له، فذاك على عوضتو بماء الورد. نتوما إلا عاد عندكم السيروم فأخير. ولي نحتاجو لصابونة مان، هذه والله ديك ديال الكربون الكحلة يعني ديال الفحم. ولي نحتاجو لطرف من ملحفة النيلة، راكم اللي تشوفوا ايدي سابغ فيها شوية النيلة، ولا ظفار مولي لازقولو عنهم مسخين، هذيك راهي لا النيلة. الا ما توفرت عندك النيلة ثوب ديريها حجرة، غير من الافضل من الافضل من الافضل تعود ثوب. ولي نحتاجو لاي حليب مبيض، انا استعملت هذا ديال الجليسيرين، يمكن لك تضيفي حليب ايدرما والله حليب ضوف، كريم ما شاء الله ياسر من الحليبات المبيضة اللي يجي معاك واللي تفضلي انت استعمليه. انا كيف قلت لكم اللي ندير هذا ديال الجليسيرين. والمكون الاخير كيف تلاحظوا هو الديكاباج او الماء الاكسجيني او البلونداج، تتعدد الاسامي والمنتوج واحد. المهم انا دائما في فيديوهاتي كاملين تجبروني ننصحكم بهذا ديال نمرة 6، لانه هو ديال الماسكات وديال الخلطات. نمرة 9 ما ننصحكم به. إذا اللي نجيبه بواطة، هذه اللي مولفين معايا دائما، وليه نجيبه هذه الصابونة ديال مان وليه نحكوها. كيف تشوفوا لي نضيف عليه ماء ورد، مقياس اللي يذوب لي هذا، ما نكثر لا شوي فقط. نسيت ما ذكرت لكم الطفيلات، انا راني ما كنت ندير ماء ورد اصلا. هذه الوصفه بلاصه ما ندير ماء ورد خاصني ندير داك الكسوير والحلو، عرفتوا الكسوير اللي يعلقوا في السبيطارات، راهم يتباع عند الفارماسيان. هذاك السيروم الحلو هو اللي كان خاصني ندير، غير خلا عنا ما جبتو ما توفر عندي، فذاك على عوضتو بماء ورد. نتوما الى عاد متوفر عندكم السيروم الحلو فضيفوه، راه هو اللي اشبه بهذه الوصفه. ولا ما توفر ديروا ماء الورد كي اللي عدلت انا. درك ليه نضيف الحليب الجليسيرين، بسم الله. كافي.
وليه نضيف القليل من الديكاباج. بسم الله. وليه نخلط هذا الشيء. ولي نجيب هذا الثوب الطرف ديال النيله ولي نديرو معاه. نحاول نخلط مزيان لين تطلص اللون بهاي الطريقه، وندوب ملي الصابون. كيف تشوفوا معايا جاني اللون ازرق قباله، فلي نضيف له شوي من الحليب اللي نزيد شوي. فلي نخليها بحالها كليله كامله يلين تطلص هذا الثوب، يطلص مزيان وملي حبيبات الصابون يذوبوا من فم نعود نستعملوه. طريقة الاستعمال عادية جدا، للتهنيه بحال هكا على جسمك، فما تخافي من دي الزروقية راهي مايلي تصبغ قبالة قبالة، فمن الأفضل ديريه في الليل وسباسي به. ولا عتي ما صقراي وما خدامة منكشي، حاولي تلبسي عليها النيلة باش تعود المفعول زين أكثر. إلا عتي صقراي فقط لبسي في الصباح، لبسي صبع اياس وتنقبي وكل شيء وتفوقي سيقرايسك. فهذا الماسك زوين، الطفيلات زوين قباله، خصوصا كنت قلت لكم الى ريتو له السيروم اشبه له اخير. فان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا. وكان هذا هو فيديو اليوم طفيلات، الى عجبكم ما تنساو تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناة بالنسبة اللي ما فات تشتركوا في القناة، وما تنساو تزوروني على انستغرام اللي خليكم رابط انستغرام في اول تعليق ولا في صندوق الوصف. خليت لكم الراحة ومهبس.